اشهدوا علي انا اذنبت في حق رابعة، سليتها وكويت كلبها وفرقت بينها وبين احب الناس اليها. اريد اقول ان عصام الدين يا خليل كفانا من الدنيا واهلها، والله ليس لها في قلبي مكان ولا تستاهل النظر اليها لولا انها من صنع الله. سامحيني يا رابعة واعف عني واقبليني خادم اعيش جنب بابك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. يا سروري يا حياتي دائما نشأتي منك وأيضا نشوتي، قد هويت الخلق جمعا أرتجي منك وصلا وهو أقصى منيتي. يا لها من عابدة لم يسمع الزمان بها، إذن فهي تعشق الله لذات الله عشقا منزها من كل غاية، وهي لا ترجو جزاء على حبها، فالله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى حبها ليرحمها به، وهي تحبه لأن حبه هو غاية الغايات، أما الزهد والعبادة فهما سبيلها إلى الحب حتى تفنى فيه. كيف جعلت فداءك يا أمير المؤمنين؟ أوليست هي التي تقول مخاطبة الله سبحانه وتعالى: إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي للفؤاد أنيسي. سبحان الله، يؤتي الحكمة من يشاء. إني أتمنى أن أجلس إلى تلك المرأة وأسمع منها. يا أمير المؤمنين، نيخور ملك الروم نقض المعاهدة ورفض دفع الجزية المتفق عليها وقتل عاملنا على الشام. ماذا؟ وهجم بجيشه على الأمنين فقتلهم وحرق ديارهم. إذن لقد أراد الحرب لتكن حربا، وعلى الباغي تدور الدوائر. رابعة حبيبة الله، من طلب حماها دار الله. رابعة يا رابعة، لما لا تسألين الله أن يخفف عنك بعد ما تحسينه من آلام المرض؟ يا ثوبان، من الذي أمرضني وسبب آلامي؟ هو الله يا رابعة. فإذا كان هذا قضاء ربي، كيف أعصاه ولا أرضى به؟ كيف أجر فأسأله غير ما أراد؟ هذا وقت الجهاد يا ثوبان، ولكن الله أعفى المرأة من القتال وأنت مريضة. ابتلاني الله فما طلبت العافية، أما وقد ابتلى الأمة بأعدائها
فإني أتوسل إليه أن ينهضني لنصرتها. هذا يا جود، تقعدوا مكتوفين وإخوانكم في الصفوف أمام العدا، تصيحون عاجزين وتطلبوا نصر الله؟ يا جود، الجهاد قمة الفرائض، الجهاد لا يعدله صوم ولا صلاة. ميتكم شهيد وعائلكم سعيد، هيا انهضوا انصروا دين الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الجهاد يا قوم، والله لا أكون أول من يحارب في سبيل الله. يا رب، لو ذهبت واستشهدت في سبيل الله، يا ترى ربنا يقبل توبتي. يا خليل، أبشر بالنصر على أعداء الله. انتهت الحرب، فتحمل خليل على نفسه بالرغم من جراحه القاتلة، وعاد ليبشر رابعة بانتصار العرب. ولكن رابعة كانت تستعد للقاء آخر شغلها عن كل شيء، كانت تستعد للقاء الحبيب. لبت نداء الله فرحة مستبشرة راضية. يا ربع، صدقت بشراك يا ربع، وأكرمني الله بالنصر على أعدائي. آه يا خليل،